وللحديث تنضم إلينا عبر الهاتف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال. مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لقناة اليمنية. أهلا وسهلا. أوضاع مأساوية يعيشها العمال في اليمن، خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات، هل من حلول لمساعدتهم وإعانتهم على التغلب على هذه الأوضاع المأساوية؟ أحب أن أكد أن الحكومة الشرعية هي مسؤولة عن اليمن بشكل كامل، ليس عن المحافظات المحررة فقط. أما في المحافظات غير المحررة طبعا تأثر العمال بشكل كبير نتيجة هذه الحرب الدائرة التي حدثت من الشركة الحوثي التثمين. إن هناك بعض المعالجات وضعتها الحكومة اليمنية عبر المجتمع الدولي، حيث تم الاتفاق على بعض المشاريع، خاصة مشاريع تبدأ تحسين العيش وبعض المشاريع التي تتم في المناطق التي تحت سيطرة الكويتيين، وذلك عبر المجتمع الدولي وعبر الشراكة مع المنظمات المحلية. طبعا الحرب في اليمن وإطلاق التداعيات لم تكن فقط على المناطق المحررة فقط، ولكن كانت على المناطق كذلك. وقد تأثر سوق العمل بهذا الوضع. ألو. نعم، نحن اعتبرنا أن العمال في المناطق التي تم تحريرها قد حلت مشاكلهم، على الرغم من أن هنالك يعني مرتبات لا زالت متوقفة، فلذلك سألناك عن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. دكتورة، السؤال يعني القطاع في جانب القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص له دور مهم إلى جانب الحكومة من خلال توفير فرص العمل للتخفيف من تأثيرات الحرب الحوثية، يعني كيف يمكن إيجاد الظروف المناسبة والمناخات الملائمة للقطاع الخاص؟ طبعا القطاع الخاص تاثر كثير بهذه الحرب. اولا تاثر من ناحيه راس المال وارباح، اضافه الى ضرر العمال، الضرر الذي اصيب به العمال. تم تسليح عدد واسع من العماله، معظمهم فقد الحقوق، واضافه الى تسليح الخساره الماديه التي تلقاها القطاع الخاص من راس ماله. بعض المصانع اغلقت، شركات النفط غادرت البلد، لكن ساعات الحكومه اليمنيه لا تتخذ بعض الاجراءات لاخذ حقوقهم وفقا لقانون العمل اليمني. نعم. طبعا كما عدت تفاقم اوضاع يعني سوق العمل يعني اصحاب المعيشين تعطيهم برامج ثلاث برامج معده قبل الحرب. ساعات الحكومه اليمنيه لا تنفذ ذاتها هي برامج طويله المدى. وكانت جاهزه لبدء العمل فيها اثناء الحرب، توقفت هذه البرامج، الان تحولت هذه البرامج من برامج طويله المدى الى برامج طارئه. الغرض منها توفير فرص عمل في المناطق التي تشهد صراعات مسلحه. نعم. وقد تمكنت الحكومه من تنفيذ بعض هذه المشاريع، بعض هذه المشاريع منها تحسين سبل العيش، كذلك تعزيز المدربين في التعاون مع منظمه العمل الدوليه، وبعض المشاريع التي تمت من قبل الناس. نعم دكتورة، هل من كلمة، هل من رسالة للعمال اليوم؟ هل من حل يعني ممكن أن يكون يعني؟ قبل أن أوجه تحية للعمال، للعمال بشكل عام بهذه المناسبة، يعني كما أوجه تحية إعجاز التقدير رجال القوات المسلحة. كما عرفت الأسيرة الجديدة التي قدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه الظروف، حيث الآن تم تشكيل الحوار الثلاثي بين أطراف الإنسان الثلاثة لمعالجة قضايا العمل للعمال، بحيث أننا نستطيع أن نقدم كأطراف إنسان ثلاثة، أطراف إنسان ثلاثة، حكومة وقطاع خاص وقطاع العمال، نستطيع أن نقدم سياسة وبرامج لمواجهة تحديات سوق العمل في هذه الظروف. يعني الان سيتم تفعيل مجلس العمل وضع قطع اليده وتقديم توصيات للحكومات في المجالات المختلفه. نعم الدكتوره ابتهاج الكمال وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل، شكرا جزيلا لك.